خبر حلو، خبر كتير حلو. خبرنا الحلو لليوم بيقول: تخليداً لذكرى الكاتب والروائي والفنان مؤنس الرزاز في ذكرى وفاته العشرين، أقام كل من جاليري إطلالة الويبدة وحكمة الثقافة وأمانة عمان جدارية الراحل مؤنس الرزاز. جاء ذلك برعاية دولة الدكتور عمر الرزاز بعنوان مؤنس الرزاز لا زال حارس ذاكرة المدينة، وتم تدشين الجدارية في جبل الويبدة اللي له مكانة خاصة جداً في قلب الراحل مؤنس الرزاز. تمثلت الجدارية بصورة الراحل مؤنس الرزاز لجانب عدد من مؤلفاته. خبر حلو، خبر كتير حلو. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. أحلى إذاعة يا مزاج.